بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. ايدين الله فوق ايدينا، الله ينصر سيدنا. عندي جوج لبن معاقين، واحد مات لي واحد في 2014، فقد العقل ونقص العظم زنازم. انا السيد البسام وعزة ساكن الدوار ولاد نقاش شعب جماعة حني بلاد جماعة مراسلة قيادة ستي جي قليم اسفي. خرجت لي الكريمة عند لالة مريم من التاريخ 2001، نهار جوج شهر واحد 2001 خرجت من مكتب المساعدة. خرجت من مكتب المساعدة في الرباط في 20 شهر 3 2001، جات لاسفي ما داروا معي والو لحد الآن. كتبنا الكتابة الدولة المكلفة بأشخاص معاقين، صيفطنا ليهم ما داروا معي والو. أي معنية أي الوزارة كاع البيبان دقيتهم ما داروا معي والو. جاني بحث في 2013، عيط لي لجودان بحثني، سولني على الوليدات شحال عندي شحال ديال المعاقين تي كذا وكذا. قال لي صافي الكريمه ديالك راه غتجيك. مات لي شتا 2014، قال لك ندفعوا للتعاون الوطني. دفعنا للتعاون الوطني في 2019، عمرت الورقه ديال المشروع. هذا العام هي 2020، قال لك لا خصك تبدل المشروع، تبدل المشروع وتدير تجيبني الملكيه فاش غدير المشروع، تعمر الوراق. دابا ملي عمرت الوراق السبيطار جديد، ملي مشيت للسبيطار الغطي ما بغاش يعمروا لي، قال لك خاصك تجيب المراه والدراري. انا باش غنجيب هاد الدراري؟ ما عنديش انا، الحاله ضعيفه، خصني 8000 ريال هادي المركوب، الحاله ضعيفه. نحن عايشين عبي فضل الله والمحسنين، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. انا كنطلب الحق ديالي. علاش هذوك الناس اللي عطوني رقم الارسال في الرباط على كل ما الكريمه صحيحه غيعطوني رقم الارسال؟ ملي جيت لاسفي ولا يقول لي تسنى تجي الحصه نهار تسنى تجي الحصه نهار 16/12/2012، ولا تقول لي والله خد تمشي فين تمشي لا ديتيها. علاش انا ما عنديش الحق؟ علاش هذوك الناس لحقوا عطوني هذاك رقم الارسال؟ ما يمكنش لحقوا عطوني الارقام ديال لاله مريم، الله ينصر سيدنا. 365 484، واش هادشي فيه الكذوب؟ انا خبيت الكريمه ديالي كنطلب من الله ومن الملك من جلاله الملك يراقب المعاقين ديال الجماعه العالم القروي كامل، المعاقين ضايعين. هادشي ماشي في كذوب. التعاون الوطني دابا سيكرفس فيهم من 2014، ما يكرفس داير المشروع. دابا ملي مشينا عمرت الورقه في 2019، واللي يقول لك لا سير بدل المشروع جيب الملكيه، مي غنجيبوا حنا هذه الملكيه. علاش تكرفسوا علينا 21 سنه هذو كيتكرفسوا على المعاقين؟ حشومه عليهم، عيب وعار، هذه امانه. والله تبارك وتعالى قال لي مولاه تاكلوا اموال الناس بالباطل، راه عيب وعار. كاين اللي ما قادش تيهزوه والديه. كنطلب من الله ومن جلاله الملك تكون واحد اللجنه خاصه تخرج للعالم القروي ويشوف المعاقين الجاري لهم. والسلام عليكم، والله ينصر سيدنا، والله ينصر المحسنين، الله يعاون المحسنين. راه عايشين هاد المعاقين غير بفضل الله والمحسنين، اللي خارج في ارض الوطن وخارج الوطن. الله ينصر الجاليه المغربيه اللي برا، الله يعاونهم، الله يعاون الجاليه المغربيه كاملين. المعاناه ديالي لما وكلناه ما ياكل، لما شربناه ما يشرب، لما حيدنا ليه حوايج ما يحيدهم، لما نعسناه ما ينعس، ديما مكرفسين معاه، ديما جوج. المراه عواج لها الظهر زحفات، عواج لها الظهر بالتمارة ديالهم هما، والحاله ضعيفه مع كثر مع هذا المرض. ما تليناش ما نديروا، ما تليناش ما نخدموا، هو مكرفسين بزاف. ماشي غير انا، كاع المعاقين ديال العالم القروي مكرفسين. والله يجازيهم بخير، الله ينصر سيدنا. كنطلب واحد اللجنه مع سيدنا وتشوف العالم القروي وشوف هذه الحاله ديال المعاقين كيف جرى لها، والله يهديهم، الله يهديهم. هذه امانه سيدنا، ديما كيقول لهم اعطوا الامانه لاهلها، ولكن هاد الناس الله يهديهم على رؤوسهم. التعاون الوطني دفعت لي في 2014 2019، عمرت قال لك اعطوني الورقه عمرتها. ملي عمرت الورقه 2020 قال لك لا بدل الاوراق وجيب لينا الملكيه هذيك، ما دايزاش هذه الملكيه. انا ما غنجيبها، ما عنديش الارض، ما عنديش الارض لا والو، ما غنجيبها. انا كنت ساكنها في الارض ديال با، ما غنجيب انا هذه الملكيه. هاد الناس كيضحكوا على المعاقين، حشومه عليهم وعيب وعار عليهم، ما شافوش الله تبارك وتعالى. كيدور عاقبته الكذب، راه حشومه هاد الناس ضحكوا على المعاقين، راه حشومه عليكم. راه ما خصكمش تضحكوا على المعاقين هكا، راه عايشين غير بفضل الله والمحسنين المعاقين، لا اللي خارج لا اللي في ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. الله ينصر سيدنا، الله ينصر الاسره العلويه الشريفه. خبز واتاي، كاين الخطر ما لقاوش الخبز واتاي في هذا المرض، كاين الخطر اتاي ما لقاوش. ما كان هذا تحصرت الوقت وتكرفسات الوقت، تكرفسوا بزاف الناس، كثر بحال الناس المعاقين وهاد الناس المسنين تكرفسوا بزاف في هذا المرض. الاذاعه الوطنيه كانت تدافع عليهم وقالت التعيات وقالوا مجلس النواب، النواب الله يجازيهم بخير تاهما هضروا عليهم، ولكن ما كاين حتى حاجه. ديما كيهضروا عليهم مجلس النواب ولكن ما كاين حتى حاجه. عاملات اسفين هما اللي كيتحملوا، هما اللي ضيعوا لي شغلي. العاون الوطني تاع عمرت الورقه و 2014 دفعت لهم الاوراق
2019 عطوني الورقه باش ندير المشروع وعمرتها. قال لك تسنى تجيك. ملي مشيت اليمات واللي يقول لي لا سير بدل الدوسي، دير ميل دوسي اخر وجيب لنا الملكيه. وهذه الملكيه احنا ما غنجيبوها، هي راه شادين الدوسي في 2014، شادين الدوسي في 2014. اللي كان مشي عطوني الورقه في 2019، مشيت عندهم في 2019 عطوني الورقه. قال لي عمرها، عمرت المشروع. جيت دفعت عليهم قال لي صافي غنعيطوا لك. ما تلاوش عيطوا ملي مشيت لهم. قال لك لا خاصك تبدل الميل في الطبي وتجيب لي. قلت واش غنجيب ثاني؟ ها انا عندي الورقه. قال لك لا هذيك تلغات، هذيك ما خداماش الورقه، خاصك تجيب ندير ميل فخور وتجيب سميتو وتجيب الملكيه. وهذه الملكيه احنا ما غنجيبوها. كاين المعاقلين ما عندوش حتى خط، كاين اللي هكاري وكاين المعاقلين اللي هكاري مساكن في المحلات. وراه مكرفسين المعاقلين، تكرفسوا عليهم بزاف. وقال لك انا وقال لك حنا غنعاود تخلص من 2004 والان ما عمري شفت شي حاجه. كنمشي لهم كيقول لك لا. وهما اللي قالوا لي هذيك الكاتبه اللي صوبت لي الدواس قالت لك عطوه تخلص من البنك الغذائي، اللي عنده ثلاثه تخلص من البنك الغذائي. وشي حاجه ما كاينه، هي كاينه هنا في سميتو في اسفي، حتى هي ما دارت معنا والو. جمعيات ما دايرين والو. كاين بعض الجمعيات، كاين بعض الجمعيات الخدامه، وكاين بعض الجمعيات في المغرب كيجمعوا الرسم، ما كاينه حتى حاجه، ما كاين حتى كرفس. صافي ديروا الدعم. هذوك التعاون الوطني دابا كاين اللي كيدعموه، وكاين اللي ما كيسولوا فيهش. العالم القاري ما كيسول فيه حتى واحد.